السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، قبل ان نبدا الحلقه نقدم تعازينا لعوائل الشهداء الذين سقطوا في منطقه القائم في العراق اثناء العدوان الاحتلال الامريكي على العراق يوم امس، وراح ضحيه ابطال الحشد الشعبي ومن الطبابة وأيضا من المدنيين في القائم. نكرر تعازينا وندعو من الله الشفاء العاجل للجرحى وهذا الاحتلال وهذه تبعاته، أو ما يسمى بانهلالين التحالف الدولي. فعلا العراق اليوم يحتاج إلى التكاتف كل الكتل السياسية بكل طوائفها لإصدار أمر إبعاد هذا التحالف المشؤوم من العراق، أن يكون ذات سيادة وأن يكون سيد على نفسه وأن يكون قراره بيد العراقيين فقط. نحن نعلم جيدا هاي التقلبات الأحداث اللي تدور بالمنطقة، ليس من السهولة أن تخرج هذه القوات من العراق. هناك منطقان يعملان في العراق، منطق القوة المتمثلة بالفصائل المسلحة وفصائل المقاومة، وهناك منطق آخر اللي هو السياسة والطرق الدبلوماسية، وكلهما يصبان في إخراج هذه القوات. ندعو من الله إخراج هذه القوات بأسرع وقت ممكن، وهذا مطلب حقيقي، مطلب العراق الأصيل. إذا كانت هناك بعض الجهات تريد إبقاء هذه القوات فبالتأكيد أنها ليست عراقية الأصل. على المشاهدين الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بالشأن العراقي والداخل العراقي. كما تعلمون مشاهدينا الكرام، هذه الحكومة ومن ضمن المنهاج الحكومي كتبت الكثير من الالتزامات التي هي عليها أن تنفذها خلال فترة هذا الحكم أو هذه السنان السنين. من ضمنها هي أزمة الكهرباء. كل سنة العراق يدخل في فصل الصيف بأزمة كبيرة ويتم قطع الكهرباء لفترات طويلة، ويكون محور المعاناة هو المواطن. لكن في السنين المضت كان أفضل بقليل الطاقة الكهربائية وتوزيع الطاقة الكهربائية على أبناء الشعب العراقي. لكن هل هو هذا الطموح؟ لا، بكل تأكيد. كون ما زلنا نستورد الغاز من الجمهورية الإسلامية ونغذي منظوماتنا الكهربائية. موضوع حلقتنا اليوم سميناه أزمة الكهرباء بين الاستيراد والإنتاج. متى يكون العراق منتج للطاقة الكهربائية؟ وهل يبقى العراق مستورد للطاقة الكهربائية؟ مع العلم الأموال التي تهدر بقضية الاستيراد ممكن أن تبني منظومة كهربائية قادرة على إنتاج الكهرباء. وعندنا عقول عراقية ما شاء الله، إن كان في الداخل أو في الخارج، ممكن أن تقدم خطط استراتيجية، ممكن أيادي ومهارات عراقية قادرة على إنتاج الطاقة الكهربائية. هل هناك فسح مجال لهذه الطاقات تعمل؟ بصراحة الكثير يؤشر أنه من المستبعد أن يفتح المجال أمام هذه الطاقات لتقديم الخدمات إلى الحكومة العراقية وبالتالي الشعب العراقي. الحكومات تتغير لكن الدولة باقية، والأشخاص أيضا يتغيرون، لكن الطاقات الشبابية أو طاقات الخبرات العلمية من الصعب أن تحافظ عليها. ممكن أي دولة في الخارج تستقطب هذه الطاقات، والعراق يبدأ يعمل على إنتاج هذه الطاقات، وللأسف تجي حكومات تغادر هذه الطاقات بسبب عدم تمكينها
بإدارة هذه الملفات المهمة ومن ضمنها ملف الطاقة الكهربائية. اليوم عن طريق العلاقات أحد الأشخاص في الولايات المتحدة قال أكو طاقة شبابية الآن موجودة في العراق في محافظة المثنى السماوة. هاي الطاقة الشبابية نقول إحنا عندها إمكانية عالية بدليل أخذ مساحة كبيرة بالجامعات الأمريكية. هذا الضيف والمهندس الدكتور عباس الوهامي، دكتوراه هندسة الكهرباء والحاسبات جامعة أركناس الأمريكية من مواليد 1976، مبتعث من قبل الحكومة العراقية إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسات الدكتوراه عام 2019 وبمعدل 100%، وتخرج بمرتبة الأولى على الجامعة من بين 2300 جامعة أمريكية. بصراحة سي في كبير لهذا الرجل، ما نحب نسرد عنه أكثر، أكيد راح يكون هو معانا عبر السكايب من محافظة المثنى الدكتور عباس الوهامي. السلام عليكم دكتور عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور، نرحب بك أجمل ترحيب، وسعيدين جدا بقناة الأيام برنامج بخدمتكم أن نسلط الضوء على أحد الطاقات الشبابية، وأكيد تشاب يعني أحد الطاقات الشبابية اللي ممكن تنطينا بارقة أمل لأزمة دائما كل فصل صيف يتأذى بها المواطن العراقي اللي يحتاج إلى حلول حقيقية. اليوم نريد نعرف شنو مشكلة القطاع الكهربائي بالعراق بعد ما نعرف عنك فد مقدمة عن شخصكم الكريم. تفضلوا دكتور عباس. طبعا تحية طيبة لكل المشاهدين اللي يتابعون حاليا بالقناة، وشكرا لكم لهذه الاستضافة الجميلة. الله يحفظك. نبدأ عني، يعني الدكتور مهندس عباس رسول الوهامي من محافظة المثنى. طبعا درست البكالوريوس والماجستير من جامعة النهرين، واحدة من أفضل الجامعات اللي موجودة بداخل العراق، يعني من أيام قبل هي أفضل جامعة حتى بالمنطقة ككل، يعني الدول العربية كانت تحسبنا على هيك جامعة لأنه عدد الطلاب اللي يخرجون منها عدد كلش قليل مقارنة يعني كفاءاتهم، يعني الكفاءة هي دائما المطلوبة من هاي الجامعة. الهدف يعني الأساسي من هاي الجامعة اللي هي وجودها كان إنه على مود يكونون فد علماء، فد مفكرين، فد ناس مهمين يزجونهم بداخل دوائر الدولة حتى يطورون هاي الدوائر. بالحقيقة لحد الآن هي جامعة مستمرة على نفس الوتيرة وممتازة جدا، طلعت على حساب الدولة، يعني منح رئاسة الوزراء بال 2014، كملت الدكتوراه، وكانت رحلة يعني مو سهلة بس الحمد لله والشكر، يعني أنا ما خليت شيء هناك ما تعلمته، يعني وبعدني أنا يعني جوعان للتعلم دائما، يعني أحب التعلم دائما، شوفني إنه ويا أو أفيد بهذا المجال إنها ما بها خير، فإحنا يا ريت إنه إحنا نفيد أهلنا اللي هم العراق، يعني إحنا الهدف من رجوع إلى العراق إنه على الأقل نفيد ناسنا، نفيد أهلنا، نفيد منطقتنا، وهذا أبسط شيء إحنا نقدر نسويه. إضافة لأنه أنا يعني العراق له فحق علي إنه هو دزني ودفع الفلوس اللي يعني لإكمال دراستي، وهذا مو فد شيء قليل، يعني آلاف الدولارات الدولة تخسرها على الطالب المتعب. صح إحنا جبنا شهادة، ومو أي شهادة يعني عادية، لا شهادة يعني الحمد لله والشكر ماخذ يعني من أفضل الطلبة المتميزين على مستوى 2300 جامعة وكلية أمريكية، وهذا مو قليل. إضافة لأنه أنا يعني عضو بنقابات وجمعيات كثيرة، وحدة من عندهم أنا كنت يعني رئيس لمنظمة تميز هندسية اللي هي من أقدم المنظمات الهندسية بداخل أمريكا لمدة سنتين، ونائب رئيس لمنظمة فخرية أيضا، يعني تميز فخرية، وهذه تعتبر أقدم منظمة موجودة وأكبرهم تقريبا بداخل الولايات المتحدة، يعني تأسست سنة 1870 تقريبا. فذني مو سهلات انه اي طالب، يعني يمكن انا الوحيد العربي اللي يعني شاغل هيك مناصب يعني بالولايات المتحده،
وهذه الخبرات اللي تجي من وراء هيك منظمات ومؤسسات حكومية او عفوا يعني منظمات تابعة، يعني مثل ما نقول NGO، بس هي يعني يعني الحكومة مهتمة بها، لانه منظمات المجتمع المدني. هم اما علماء، نعم هم يتخرجون اما علماء اما مفكرين ادباء سياسيين، يعني هواي هواي من الناس المشاهير اللي هم كانوا اعضاء، فقط اعضاء، بس انا كنت يعني رئيس ونائب رئيس لهيجي منظمات، وهذا مو شيء قليل، يعني طلاب من كل الجامعات يتنافسون حتى يكونون يعني بهذا المستوى. والحمد لله والشكر، يعني انا يعني مشيت وكنت يعني متميز، وهذا شيء يعني وهذا بالتالي بالتالي دكتور عباس، يعني هذا شأن كل العراقيين اللي يغادرون العراق لغرض اكمال دراسة او على حسابهم الخاص، تشوفهم بانه دائما بالمراتب الاولى. يعني عندنا امثلة كثيرة، زو حديد وعلماء بالذرة، وعلماء في ناسا ايضا، مثل ما انت كنت هناك اكيد اطلعت على الاوضاع في وكالة ناسا، ايضا وجدت عراقيين، بالتالي انت كان هناك تماس مباشر. نعم، واي عراقيين بكل الميادين، والعراق دائما متميز، لانه احنا نحب العلم بطبيعتنا، يعني خصوصا هذا ابن رافدين يعني هو محب للعلم، وكل احنا اللي نطلع نكمل دراسه الدوله مختارتنا بعنايه كلش كبيره، يعني احنا مفلترين من 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 الاف الاشخاص على مود نطلع احنا نكمل دراسه، وما معقوله يعني الدوله من نرجع يعني ما تهتم بينا، هذا مو شيء صحيح. ليش؟ لانه يعني هذا يبقى سنة سنتين ثلاثة يشوف انه هذا مو مكانه الصحيح، صح يغادر يروح لدول عربية فعلا. دول اجنبية، دول اوروبية، يعني رح يغادر، مو مكانه صحيح. المفروض الدولة توفر له على الاقل، يعني هو شري، هو ترى مثلنا احنا ما نريد يعني سيارة بورش او فيراري او لا، بالعكس عيشة يعني كريمة، ومكان احنا ننطي به العلم مالتنا، نفيد به الناس، نكون فرحانين جدا. جيد دكتور هسه عباس، دكتور عباس هسه شنو شغلك بالعراق؟ والله اني يعني احب المصانع والمعامل، فلهذا انا دا اشتغل استشاري لهوايه من المصانع وخطوط الانتاج اللي يعني دا تدخل العراق. تعرف هاي الفتره؟ نعم حاليا، يعني أنا من زمان يعني دا أشتغل هالشغل، يعني بس حتى وأنا يعني بالولايات المتحدة كنت أساعد الناس اللي بالعراق إنه يشترون مصانع، سواء من أوروبا، من أمريكا، من الصين، لأنه أنا يعني خبرتي بهذا المجال كبيرة، يعني حتى ساعدت يعني يمكن أول خط أو أول مصنع إنتاجي، يعني أسأل آخر واحد بيهم لإنتاج جبسون بورد بالعراق وبالمنطقة تقريبا، يعني اللي هو أكبر، هو موجود يعني بمنطقة البابل، مصنع كلش كبير، وهذا اعتبره فد انجاز كلش، يعني انا دائما احب الاشياء الجديده، دائما احب الاشياء الجديده. جيد. والمصنع يشتغل، يا ريت الدوله تهتم بهيك امور احسن من الاستيراد، يعني لانه احنا نستورد جبسون بورد من كل من الدول المجاوره، من ايران، من تركيا، من، بس احنا ما عندنا مصنع جبسون، فهذا كان اول مصنع جبسون بورد موجود بالعراق، يعني حاليا بينتج وكفاءته كلش ممتازه، ويغطي خلينا نقول 60-70% من 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 حاجة العراق. أحسنتم دكتور. يعني حتى عنواننا هو مشاكل القطاع الكهربائي، شنو وجد دكتور عباس الوهامي المشكلة الحقيقية بقضية الكهرباء في العراق؟ أكون أريد حلول جذرية، وأنت خبير بالطاقة الكهربائية، شنو المشكلة وشنو الحلول؟ نعم والله، يعني هذه أزمة الكهرباء اللي بالعراق يعني متشعبة، وما أعرف الفساد هو اللي ينخر بها بالأساس. بس إحنا ممكن نقسمها إلى يعني إلى قسمين، اللي هو مشاكل التوليد ومشاكل التوزيع والنقل. مشاكل التوليد، إحنا حاليا العراق دي يولد بحدود يعني 24,000 ميجاوات. فعليا إحنا دا نحتاج فعليا تقديرا 36,000 أو 34,000. يعني عندنا فرق 10,000، يعني فرق عندنا بين ال 24 وال 34 عندنا 10,000، يعني نقص هذا دائما، هذا بالتوليد. زين، بكل مره العراق ايش يسوي؟ يطلب يعني توليد وينشئ توليد جديد، ولما ينشئ توليد جديد راح يتواجه مشكله ثانيه اللي هي قطاع النقل والشبكه. اها، يعني المشكله ثانية
كون يعني ما يقدر يحلها بسهوله، هم يحتاج سنين على مود يحلها، وهذا مو فد شيء، هذا لازم يشتغلون اثنيناتهم يعني برا والله احنا نسميه، لازم يكونون بالتوازي، يعني حل مشكله التوليد لازم بنفس الوقت هو يحل مشكله التوزيع والنقل. يعني ما معقوله هو يفكر تفكير واحد باتجاه واحد، يعني ما معقوله اللي موجودين بوزاره الكهرباء يفكر باتجاه واحد. شنو من 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 خبراء حاطين يعني هناك؟ يعني على الاقل فكر لعشر سنوات اللي قدام، لخمسة عشر سنه اللي قدام. زين انت ليش تفكر دائما لسنه سنه؟ يعني احنا هاي مشكلتنا، هذه الحكومه دائما كل حكومه تجي الحكومه هي اربع سنوات، وكل اربع سنوات تبدي من الصفر، فهذا يفكر حق الاربع سنوات فقط. صح، هذه المشكله ازمه كبيره. ماكو مشروع بالعالم، ماكو فد محطه توليد تنشا باربع سنوات. يعني لازم اكثر. ليش؟ لانه محطه، يعني هاي محطات التوليد تحتاج بنى تحتيه، وتحتاج يعني كونكريت وصب ومدري شنو انشاء واستيراد، فهذه ما تنشا باربع سنوات. يعني اللي يجينا المسؤول شو يسوي؟ يحاول سنتين، يريدها ينشئها بسنتين. ما تنشا بسنتين، شلون يعني تنشا بسنتين؟ زين رايك بالغازيه دكتور رايك بالغازيه؟ نعم. يعني وكثير من المحطات قاعد تنتج، هي قاعد تصنع هي محطات غازيه، زين احنا بدنا نستورد اصلا الغاز، فوجهة نظرك انت كخبير، هل هذا لها جدوى، مثلا جدوى لبناء هذه المحطات؟ اكو خلل بالخطط الاستراتيجيه؟ انا ليش انتج محطات غازيه وانا اصلا استورد الغاز؟ وهي هنا المشكلة أنه بالبداية أو ما العراق طلب أقول أنه أنظف شيء موجود بالعالم هو المحطات الغازية، محطة نظيفة وحلوة وسهلة ومشاكلها قليلة، فراحوا واشتروا محطات غازية ورجعوا للعراق. لما إجوا للعراق عبالهم انه الغاز هو هذا الغاز اللي موجود بسهوله انه يتجهز، يعني اللي هو مصاحب للنفط، بس هذا مو هيك شيء، هذا لازم يتعالج ويدخل مصانع ويدخل يعني محط يعني معالجه، يلا يطلع غاز صالح للاستخدام. هذه يراد له فد سنوات على مود ننشئ هيك مصانع او هيك مصافي للغاز. جد فالعراق كل مره يساوي يعني يحاول يتعاقد ويا شركه تستفاد من هذا الغاز اللي مصاحب للنفط، واذا بيه يقولوا لهم مثلا 8 سنوات للتنفيذ، 7 سنوات للتنفيذ، يبطل. زين جيد، يعني يصير على ورق بطل جرد انه شركه. دكتور عباس، يعني هسه مثلا جتك هسه الحكومه العراقيه وقلت لك يا دكتور عباس اللي انت طلعت مبتعث الى الولايات المتحده، وكنت انت من الاوائل بين 2300 جامعه وكليه في الولايات المتحده، هسه احنا محتاجين استشارتك، شنو الحلول الواقعية اللي ممكن تخلصنا من قضية أولا الاستيراد، وتخلصنا من الأزمة ككل، وحتى لو أن كانت على المدى القريب أو المتوسط، ما نقول البعيد يعني؟ أفضل حل وأسهل واحد وأسرع واحد هو نروح للطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية طاقة نظيفة، سهلة التنفيذ، سريعة جداً، يعني انا ممكن انشئ يعني حقول للطاقه الشمسيه بشكل جدا سريع، يعني ما احتاج مجرد استورد الحقول الخلايا واسرعها من اي مكان، مجرد صبات بسيطه وكل شيء يجي جاهز. زين المحطه كلها تجي جاهزه، اربطها بالشبكه الوطنيه وتخلص السالفه. واحنا نعرف انه العراق بحدود يعني 300 يوم تقريبا بالسنه مشمس. صح، شيء المانيا نفسها اقراط احسن من هذا. زين فهذا شيء يعني المفروض احنا نستغله، يعني هذا المفروض نستغله، وهذا واحنا كل مره نوقع عقود ويا شركات، وهاي العقود اللي ويا شركات يعني تصير بس مجرد ورق على يعني حبر على ورق، شو ما نسوي يعني. احنا من 2003 ولا الان دكتور عباس، يعني شوف شركات يعني اكو هذا التنافس بين الشركات الأمريكية وجنرال إلكتريك وشركات أيضا الروسية، يعني هذا التنافس، يعني الولايات المتحدة أو أمريكا عايشتنا بأمل بأنه هي راح
تقضي على حالة أزمة الكهرباء، لكن إلى الآن لم تحل الأزمة، ولا شركات المتبقية وتعرف الصراعات الموجودة والنفوذ من كل الجهات في داخل الساحل العراقية. أنت تفضل هاي الشركات أن تستمر بالعمل، وهل هي منتجة حقيقية، وشنو البديل؟ بالحقيقة احنا العراق يعني اكو فد مذكرة انه احنا تحت الوصاية الامريكية في مجال توليد الطاقة الكهربائية. هذه ما حد يقولها بالحقيقة، بس يعني جزء يقولونها غيري، بس يعني تحت الوصاية معناها انه الولايات المتحدة احنا ما نقدر نسوي اي شيء الا باذن الولايات المتحدة الامريكية. وهذا فد شيء ما اعرف امتى نطلع من عنده، يعني اكثر من مرة احنا نروح لسيمنز نتعاقد وياها، يعني الدول العراقية تروح لسيمنز الحكومة الامريكية ترجع تفشل هذا صحيح. هذا الموضوع يعني يعني سيمنز في شركه جباره عملاقه. طبعا على فكره احنا نقول جي اي يعني جنرال الكتريك وحده من الشركات الجباره بمجال توليد الطاقه الكهربائيه تحت، بس المشكله مو بالشركه نفسها، لا المشكله هي سياسات، هي صح. سياسات يعني ما ادخل بالسياسه، بس اللي اقوله انه المفروض الحكومه تهتم بهذا المجال. ليش؟ لانه احنا بدون كهرباء لا يقدر مصنع يشتغل، ولا تقدر مستثمر يدخل، ولا يشجع اي واحد انه يدخل ويفتح له مصنع او معمل او اي شيء. ليش؟ لانه الكهرباء فتحلق فبعضها كبير مثل ما نسميه، انه احنا اذا ما عندي كهرباء شلون اشغل اي شيء؟ ما يشتغل. ابقى على المولده، والمولده يعني استهلاكيه ومو مجديه، مصانع الكبار يعني صعبا نخليها مولدات، يعني لازم مولدات جبارة، وهاي المولدات جبارة يعني وايضا مو صديقة البيئة، هي اصلا مو صديقة البيئة. طبعا مو صديقة للبيئة، طبعا يعني مو صديقة للبيئة، مو صديقة للبيئة، وهاي طبعا ملوثة حتى للبشر اللي بصفهم. يعني مرات زي نقول مولدات المنطقة، اي مولدات المنطقة هاي كلها تلوث للبيئة. يعني مو كان احنا ما نزرع شجر بالمنطقة، احنا بدنا نخلي ملوث اضافي يعني ثاني اكسيد الكربون، فينول اكسيد الكربون صح. يعني دكتور زين، يعني عندنا سؤال يقول ما هي العلاقة بين توفر الكهرباء وازدهار الصناعة والزراعة في العراق، وما علاقة ذلك مع المستثمر المحلي والاجنبي؟ يعني انت تعرف كل زين العراق انفتح بشكل كبير على قضية الاستثمار، ان كان عن طريق المشاريع السكنية وكذلك المشاريع استراتيجية والحديد والصلب وهكذا، وهي مشكلة مثل ما تفضلت في البداية، هي مشكلة الفساد اللي هي تأثر على حركة وعجلة الاستثمار والازدهار في أي بلدان، مو فقط بالعراق، في أي بلد كان بدول العالم، خاصة كما يسمون البلدان النامية أو وإحنا من ضمنها طبعا. فاحنا الكهرباء بالتاكيد هي مؤثرات يعني على كل نواحي الحياه، منها الصناعه وايضا الزراعه. انت مع ان تكون هناك استثمارات اجنبيه مفتوحه بكل مجالاتها بدون ضوابط، بدون اسقف زمنيه، وان تكون مباحه، واما هناك ضوابط حقيقيه، ومن خلال خبرتك ضوابط حقيقة تلزم هذه الشركات، وإن كانت وكما ذهبت باتجاه بين هناك وصاية، هسه يعني مو على الوصاية خلينا نروح غير شركات متين عند الوصاية موجودة، لكن هناك ضوابط، وهل العراق ألزم الشركات بوجود ضوابط حتمية؟ خلنا أقول لك فد شيء دائما، شنو الفرق بين الولايات المتحدة عن العراق؟ يعني أنا عشت هناك 6 سنوات، شنو فرقها من اريد اقارن شنو الفروقات اللي بين يعني الحياه اللي هناك، الشركات اللي تشتغل هناك والشركات اللي تشتغل عندنا بالعراق. بالحقيقه احنا ما عندنا اي نظام للشركه اللي تشتغل عندنا بالعراق. يعني النظام بشكل بسيط انه الشركات بالعالم اكو كمبيوتر يدير العمليه ككل. احنا هنا ما عندنا نظام، احنا هنا كل واحد يشتغل كيفه، وهذا مو صح. يعني إذا ماكو سيستم، بعدين احنا ما عندنا خبرات، احنا اللي عايش هنا بالعراق ما عنده خبره شلون يتعامل ويا السيستم مال الشركات الكبار. انطيني هسه وزاره من الوزارات بتشتغل صح، بتشتغل بشكل نظامي وما عندها مشاكل، والناس بتمدح بهاي الوزاره، انطيني وحده من الوزارات. ما اصور اكو،
اكو وزاره واحده فقط اللي هي وزاره النفط تشتغل بشكل نظامي وبشكل مضبوط. السبب لانه اكو شركات اجنبيه تدير هاي العمليه، ليش؟ لانه فلوس وده يعني. فهذه هو النظام اللي بدي احكي عليه. احنا ما نريد نجيب كل الايدي العامله والخبرات والمدرم، لا، خلي يجون خبراء وخلي يجيبون النظام مالتهم سيستم وخلي يدربون الشباب اللي موجودين عندنا والخبرات اللي موجوده عندنا واحنا وياهم، وخلال سنه سنتين ثلاثه السيستم راح يمشي على الكل وتبدي الناس تتعود. يعني احنا سنين صار لنا ما شايفين الشركات الاجنبيه شلون تشتغل. احنا مصورين انه احنا بدنا نشتغل اكثر من عندهم، لا، بالحقيقه لا، احنا ما بدنا نشتغل اكثر من عندهم، احنا نشتغل مخربطين اكثر. اي صح، بس مو مثل الشركات الاجنبيه. هذا تحيل على وزاره الكهرباء، عمل وزاره الكهرباء، نقول عمل وزاره الكهرباء انا ما مقتنع به تماما. يعني المفروض وزاره الكهرباء يكون عندها فد نظام مشابه للنظام الخارجي. واني مثل هسه اي، يعني قصدك نظام أي اداري، لو اداره قصدك نظام اداري لو اداره الاتفاقات مع الشركات الاجنبيه. اثنين نظام اداري، نظام اداري يكون عندهم نظام يدير الـ 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 الكل زين، او بنفس الوقت نظام اداري يدير كل الوزاره، وبنفس الوقت نظام يتعامل ويا الشركات الاجنبيه حتى يقول لهم انه انتم تشتغلون صح او غلط، دائما مراقبه ونظام، حتى احنا نعرف انه نشتغل احنا يعني نسوي مينتننس سكيورتي، هاي الاشياء اللي موجوده بكل العالم الى ان يتعلمون عليها زين. يعني انا اول ما فتحت شركه بحياتي قبل 15 سنه او 17 سنه هيك، جبت محاسب متمرس من وحده من الدوائر، قلت له تقدر تشتغل ورا الدوام؟ قال لي اخطاء المحاسب يعني كل مره يخطأ لي فد 20,000 دولار زين. يعني خلال شهر واحد هو خاطئ لي ب 40,000 دولار، واحنا شركه صغيره زين. طبعا الاخطاء هي مو اخطاء انه هو راح يخلي الفلوس بجيبه، لا هو خطا. شفت المحاسب وجبت بمكانه نظام كمبيوتر يدير هاي العمليه ككل. ما عندي اخطاء، الاخطاء قلت، النظام ده يمشي بشكل صحيح. فاني اللي اريده من الوزارات انه تتعامل على الاقل ويا شركتين يعني اجنبيه، الهدف من عندها انه يدربون دول اللي موجودين عندنا الكوادر، او هاي الكوادر هي الهدف الرئيسي من وراها، انه حتى مستقبلا احنا ما نحتاج الشركات الاجنبيه، نحتاج جزء شيء قليل بس احنا نقدر نمشي يعني حالنا. للكهرباء، نعم، لكل الوزارات مو بس الكهرباء، انا احب النظام الالكتروني، ما احب انه الشخص يروح يراجع بمكان ما اخليه انا فد 1000 موظف وما دا يسوون شيء، اخليهم نظام الكتروني يجي وكانه حكومه الكترونيه لتمشي وتمشي المعاملات. اعتقد دكتور عباس، وفق المنهاج الحكومي اللي اشار له الرئيس الوزراء السوداني بانه اثبتت العمل الحكومي باكمله راح يكون، ودا يعملون على هذا الاتجاه الاثبته. لكن انت تحدثت على موضوع جدا مهم بانه البديل هي الطاقه الشمسيه زين. اكو تجارب، اكيد هناك اكو تجارب، لكن اريد استفسر منك، وين التجارب؟ اي الدول اللي نجحت بها عمليات استبدال الطاقه التقليدية إلى الطاقة الشمسية؟ إذا بدنا نحكي على دول مثلا يعني من مستوانا، بدنا نحكي على مثلا الهند. الهند بها أكبر حقول للطاقة الشمسية، وماخذين من شركات جدا رصينة وجدا معروفة، وهذه فد شيء راقي. السعودية أيضا بجانبنا، يعني الأردن أيضا عندها حقول جدا كبيرة، أيضا مصر بدأت تنشئ حقول، وهذا أريد أقارن لك يعني الدول المقاربة لنا، ما أقارن لك مثلا الولايات المتحدة أو ألمانيا أو فتشي. أنا بالنسبة لي أنا أقول لك إذا الدولة تفكر أنه تنشئ حقول يعني كثيرة، أنا أفضل أنه هي تروح تشتري مصنع لتصنيع الألواح الشمسية مثل ما السعودية سوت، وهذه يعني راح يكون إحنا نصنع وبنفس الوقت إحنا ننتج. يعني بأيام النظام السابق يعني كان عندنا مصنع اللي هو يمكن شركة الرشيد،
شركة رشيد كان تصنع ألواح شمسية. هاي إذا أحكي لك بالثمانينات. يعني هذا ممكن يصير حل، عفوا دكتور، ممكن يصير حل جذري لقضية أزمة الكهرباء. نعم ليش لا؟ يعني هاي العشرة آلاف بدنا نحكيها، الفرق ممكن إحنا خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة إحنا ممكن يعني نغطيها بالخلايا الشمسية، ومجرد إنه هاي طبعاً سريعة أحسن مما إنه إحنا نروح لتوليد، وإذا نروح للتوليد لازم ننتظر سنين كثيرة. ممكن احنا نغطي هذا، بس انا اللي اريده من وزاره الكهرباء انه تهتم مو بس بالتوليد، لازم تهتم بالتوزيع، ونفس الوقت تهتم بالنقل. اي مو يقول لك المشكله، عفوا دكتور عباس، يقول لك المشكله احنا في وزاره الكهرباء خطوط الناقله هي متهالكه، يعني الان يبحثون على عمليه الدفن الكابلات بالعراق. يعني انت تشوف يعني هل من السهوله تغيير هذا الخطوط الناقله المتهالكه والحمولات؟ طبعا نتحدث احنا عن حمولات وانت اختصاص، بس انا اللي افهمه من حديث وزاره النقل عفوا الكهرباء دائما يقول حمولات ازدادت، يقول بدل من كان مثلا عدد النسمات مختصر بعدد معين الان اصبح 42 مليون. العوائل بكل بيت الحاله الاقتصاديه انتعشت، بدل ان يكون هو سبلت او مكيف بدأت تكون بكل غرفه هو سبلت وهكذا. يعني يقول والشركات ايضا مصانع في داخل البيوت في المناطق السكنيه عشوائيات، هاي كلها اسباب اللي هي ممكن تكون جزء مهم من ازمه الكهرباء. حلولك لهذا الموضوع زين؟ يعني احنا مثلا اذا مثلا عندنا هاي الازمه يعني حاليا شو نسوي؟ نسكت مثلا؟ من وقت بالتاكيد وانا ابحث عن حل من حضرتك. يعني أنا بالنسبة لي كحلول لازم تبدي الدولة العراقية تفكر إنه توزع أكثر محطات 400 كي في اللي هي هاي محطات توزيع، محطات نقل زائد توزيع بنفس الوقت، وهذه المحطات بدت هي الدولة العراقية إنه توزع بها، بس نحتاج أكثر بعد. يعني قبل مثلا محافظة مثلا ما كان بها محطات 400، هسه حاليا عندنا محطات 402، وهذا فد شيء ممتاز، هذا يخفف يعني المكان ما قبل عندنا 132 صار 400، وهذه محطه جباره عملاقه، يا ريت بعد يكثرون هذا على مستوى العراق، حتى ايضا من يصير عندنا فد مشكله بالخطوط الناقله يعني عمليه الضرر اللي بده يصير مثلا بمحافظه، او يعني نقلل الضرر مكان ما يصير القطع مثلا على محافظه او مثلا بالكامل راح يكون، او العفو على اكثر من محافظه راح يكون على محافظه واحده فقط. بالنسبة للشبكة الداخلية، الشبكة الداخلية لازم انه يهتمون بأدق التفاصيل، يعني أدق التفاصيل لازم يكون عندنا في التكنو اللي هو تقنيات كهربائية. شنو يعني تقنيات كهربائية؟ يعني لازم كل الشبكة موصولة بكمبيوترات، الهدف من عندها انه تراقب المحاولات هاي ليش هسه ما موجودة دكتور عباس؟ قسم السيطرة ما موجودة في وزارة الكهرباء؟ موجود هذا الشيء، بس احنا نحتاج انه في توسعة اكبر، تقنيات اكثر احدث وسيطرة اكثر. تدري احنا هاي المحولة نقدر نتبعها من عن بعد، وممكن قبل لا تحترق ممكن احنا لان المحولة مو سعرها رخيص، خصوصا لها محولة مثلا حجمها كبير، نقدر احنا قبل لا تحترق احنا نقدر نشيل الخطوط عنها ونحولها لمحولة ثانية ونراقب الاحمال مالتهم. هذه وحده. الشيء الثاني انه احنا العالم كله يغير الكيبلات ويغير العوازل، بكل فتره تطلع عوازل جديده. ليش؟ انه هذه فلوس. يعني تدري مثلا هسه احنا مرات نجي نشوف يم المحوله، نجي نشوف الفني رابط الكيبل وطاويه هيك بايده، زين؟ يعني لا رابطه ترمل ولا حاط له مثلا عازل ولا حاط له اي شيء. تدري هذا بمكان ما مثلا يصرف مثلا في 20 امبير يصرف 200 امبير، لانه التيار يتحول الى حراره اذا الربط مو صح، الى فهذه تروح خسائر. هاي خسائر يعني، فلازم هاي تهتم بها بادق التفاصيل. ليش اقول احنا مرات العراقيين نحتاج خبرات، نحتاج واحد مثلا يعني يوقف يقول لهم هذا غلط هذا غلط هذا غلط هذا مو صح هذا مو صح، لازم احنا نبدل ذني العوازل القديمه اللي كنا نستخدمها بالثمانينات نحولها الى عوازل جديده. تدري بالولايات المتحده بمجرد انه يطلع عازل جديد كل الولايات المتحده تغير. اها
تغير العوازل الجديده. وهذا هو الصح، هذا هو الصح. احنا نخسر قليل بس احسن، او احسن مما نخسر يعني يعني كثير على مدى يعني طويل. فيعني انا نصيحتي انه يستخدمون الاشياء الجديده الحديثه اللي طالعه. احنا العراقيين لحد الان ما شايفين العالم شنو اللي صاير بيه وشنو الاشياء اللي احنا المشكله انه احنا الافادات اللي يطلع بها مثلا مهندس او يطلع بها رئيس قسم من دار الكهرباء يروح هناك لمده شهر شهرين اسبوع اسبوعين يعني ما يلحق يشوف كل شيء. يا دوب يروح للسوبر ماركت او للمول يفطر ياخذ يسوق هدايا لاهله ويرجع، فما يلحق يشوف اي شيء من التقنيات الحديثه. هذا ناهيك، هاي دكتور ناهيك على اللي طلعون ما له علاقه بالموضوع، هاي حتى حتى بوزاره الشباب وغيره وغيره. للاسف يعني جيد، اكو موضوع جدا مهم يعني انا احس يكون ملاصق قريب من الطاقه الشمسيه، هي طاقه الرياح دكتور، يعني ممكن نستفاد من طاقه الرياح يعني نقدر حتى تولد كهرباء. احنا نشوف بتركيا سووا سد اليسو يمكن او فد شيء اسمه حتى ينتجون الطاقه الكهربائيه من خلاله، هذا حجه تركيا. احنا ما عندنا سدود هواي تكفي ان تنتج الطاقه الكهربائيه. حتى عامل كبس النفايات حتى قالوا بأنه راح تولد الطاقة الكهربائية، لكن احنا نشوف بالعكس معامل كبس النفايات لحرق النفايات وتجي الرياح على العوائل والمناطق السكنية في داخل المناطق السكنية. احنا ما اعرف شو كله بالعكس. على العموم طاقة الرياح نقدر نستثمرها الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية احنا نقدر، احنا كل شيء نقدر نسوي، بس احنا بالعراق ما عندنا طاقه رياح كافيه على مود تولد كهرباء للتوليد. يعني ما افضل بها، ليش؟ انه دائما احنا هسه كمحافظه جنوبيه وعندنا صحراء ابدا يعني صح. يعني كمثنى عندنا صحراء كبيره، بس من اريد اجي اشوف مثلا الرياح وش قد قوتها على مدى السنه ما تفيد، غير كافي. نروح غير كافيه، غير مجديه اصلا. فاروح افضل انه تروح للطاقه الشمسيه باعتبار ان اولا الارض منبسطه يعني كبيره، خصوصا هنا هسه مثلا للزراعه حاليا مثلا كمثنى احنا الزراعه هنا انتشرت بالباديه ويزرعون مليون نخله. اي فعلا الحشد بدا يزرع مليون نخله حاليا، زرعوا تقريبا بحدود 650 الف نخله، وهذا شيء ممتاز يعني يجوز خلال سنه او يعني اكثر من سنه يكملون المليون نخله خلال 3-4 سنوات اضافيه يصير 3 ملايين نخله، لانه تدرى هاي كل نخله راح تطلع نخله اضافيه من عندها كفسيله. اللي اريد اقوله انه الكهرباء ضروريه جدا لهيك مشاريع. زين براديه ما بها كهرباء، الدوله صعبه مرات توصل كهرباء لهيك مكانات، فالطاقه الشمسيه او الطاقه البديله هي افضل. زين لهيك مشاريع، ويا ريت لكل الفلاحين اللي موجودين تعرف انه هذا الموسم اللي فات المثنى كانت يمكن الاولى بالحنطه والشعير يعني على مستوى العراق ككل، وهذا الشيء يعني ممتاز جدا. يعني هذا مكان ما احنا نستورد يعني حنطه وشعير من برا على مدى الطحين، فاحنا حاليا يعني مستكفين تقريبا يعني ترست المخازن اللي ما شاء الله والمحافظات المجاوره، وهذه يا ريت يعطون دعم اكثر. يعني الحمد لله والشكر يقولون يعني الفلاحين حسب ما يعني وياهم يقولون يعني رئيس الوزراء بهاي السنه يعني انطاهم يعني كامل المبلغ احسن من السنوات السابقه ما كان ينطونهم يعني مبالغهم كامل، فهذا طبعا ساعد الفلاح بشكل كبير، وهذا يا ريت يعني تستمر ويدعمون الفلاحين بشكل اكبر. احسنت، تنزرع ما نحتاج اصلا حتى نستورد اي شيء من برا. احسنتم دكتور المهندس عباس الوهاب، ان شاء الله في اليوم نلتقي بك وانت جزء مهم من وزاره الكهرباء بهذه الطاقه وهذه المعلومات ان شاء الله الايجابيه. بصراحه وانت طاقه اكيد ابن البلد وتعلمت منذ الصغر الى الان، وانت يعني الدوله تصرف على الدكتور عباس وامثالك الكثيرين حتى يكونون طاقه مهمه ايجابيه ترفد الحكومه العراقيه بافكارها بعملها ان كان ميداني او استراتيجي عبر تنظير. شكرا لحضورك، بالتوفيق ان شاء الله دكتور عباس. شكرا للقناه.
وشكرا لكم، شكرا للمستمعين. الله يحفظك، شكرا جزيلا دكتور عباس، المهندس عباس الوهامي، ضيف حلقتنا من محافظة المثنى، وأكيد محافظاتنا العراقية واللادة للطاقات الفذة اللي تقدم الخدمة لبلدها. مشاهدين الكرام، في نهاية الحلقة شكر وتقدير لكل الأخوة في الاستوديو وأيضا في قسم العلاقات، وشكرا جزيلا الأخ أبو نور من الولايات المتحدة لإتاحة الفرصة لحضور الدكتور عباس كضيف في برنامج بخدمتكم. بالتأكيد هذه الأزمة، أزمة كهرباء، هي مفصل مهم من مفاصل معاناة المواطن العراقي. حتى نكون بخدمتكم لازم نبحث عن هذه التفاصيل اللي ممكن أن نجد لها حلول تقدم إلى الحكومة، وبالتأكيد هناك مستشارين، هناك أصحاب الاختصاص، لكن لا بأس أن نثير للرأي العام هذه المشكلة. الصيف قادم والمعاناة قادمة، فإن شاء الله من ضمن الجهد الحكومي أن لا تكون هناك معاناة في الصيف القادم. في ختام الحلقة قبل تحياتي موعد مقدم البرنامج حازم الحرب، ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.